نشرت شركة الأبحاث البريطانية أوتونومي النتائج الكاملة لأكبر دراسة لقياس نتائج العمل لأربعة أيام أسبوعية التي أجريت في المملكة المتحدة. أظهرت الدراسة نتائج وصفت بالمبهرة للعمل لمدة أربعة أيام مقابل ثلاثة أيام عطلة لنهاية الأسبوع، وذلك في أكبر تجربة ميدانية من نوعها شملت أكثر من 60 شركة عاملة في بريطانيا. وجد الباحثون أن تقليل أيام العمل ساعد في رفع إنتاجية الموظفين وانعكس إيجابا على صحتهم ورفاهيتهم. تنضم إلينا من لندن مراسلتنا براء العزاوي لتحدثنا أكثر حول هذه الدراسة. إذن براء، يعني موضوع مهم صراحة وجميل، لكن هذه الدراسة كيف جاءت في هذا التوقيت؟ نعم لينا، إذا هذه الدراسة لم تكن وليدة هذا العام فقط أو الأشهر الماضية، الدراسة جاءت بالتحديد في منذ الفترة يونيو إلى ديسمبر العام الماضي عام 2022، ولكن نحن نتحدث عن أبحاث قامت بها المملكة المتحدة منذ العام 2016، نتحدث أيضا عن أبحاث عالمية تعاونت مع المملكة المتحدة لإجراء أبحاث تؤدي إلى هذه النتيجة، حيث في العام 2018 أجريت دراسة لتقريبا 5000 شخص نتجت عن أن تقريبا ثلاثة أرباع البريطانيين يعانون من الاكتئاب الحاد، وثلث البريطانيين لربما قد يقدمون على الانتحار. وبهذه الحالة حذرت مؤسسة الصحة النفسية البريطانية من هذه النتائج، وناشدت الحكومة بإجراء خطة بديلة لكي يتمكن هؤلاء من المعادلة ما بين ضغوط العمل والحياة الاجتماعية أو المسؤوليات الاجتماعية أو الحياة الشخصية. أيضا نتكلم عن منتدى دافوس الاقتصادي عام 2016، ذكر بأن ثلاثة أرباع أو تقريبا 71% من الأشخاص يعانون من الأمراض غير المزمنة، وهذه الأمراض هي ناتجة عن أحد أسبابها ضغوط العمل أو التأخر في العمل. وبالتالي أيضا قالت بأن هذه الأمراض تؤدي إلى نفقات عالية وتؤدي إلى 63 من الوفيات بسبب هذه الأمراض. نتكلم أيضا في عام 2016 عن وقوع حادثة لشاب من سكنة العاصمة البريطانية لندن انتحر بسبب ضغط العمل، حيث كشف أنه كان يعمل لمدة 72 ساعة متواصلة. يعني أريد أن أسألك براء، يعني كم هو معدل ساعات العمل في بريطانيا؟ وبالتالي يعني بما أن الدراسة شملت 61 شركة، هل ممكن أن يطبق فعلا هذه الدراسة تطبق على أرض الواقع؟ نعم، هناك تقريبا 18 شركة الآن تسعى إلى تطبيق هذه الخطة، وهناك 90% من الموظفين الذين يريدون أن تستمر هذه الخطة، وهناك أكثر من نصف الموظفين الذين زاد إنتاجهم وزادت إيرادات الشركة التي يعملون فيها بسبب هذه الخطة. إذن نحن نتوقع بأن المزيد من الشركات ذاهبة بهذا الاتجاه، خاصة وكما سألتي بأن ساعات العمل لا تقل عن 8 ساعات، ولكن هذا ساعات المتوقع، ولكن هناك دائما زيادة في الساعات. نحن نتكلم تقريبا عن 900 إلى 1000 ساعة تذهب فقط للمواصلات، مواصلات النقل للموظفين لكي يستطيعوا الذهاب والعودة من عملهم. شكرا لك براء العزاوي مراسلتنا من لندن.